السلام عليكم، مش اخباركم؟ لاباس عليكم، بخير وعلى خير. نتمنى تكون اموركم كلها على خير، يا رب تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده، واللي عنده شي امنيه الله يحققها ليه والله يسهل عليه في اي حاجه. الفيديو ديال اليوم لقيت لكم واحد البلاصه غزاله زوينه في وسط الغابه ديال بوسكوره، اللي كنقولوا المدينه الخضراء. المدينه الخضراء فيها بزاف البنايات، ما فيهاش غير بلاصه وحده. المدينه الخضراء كنعنيو بهذيك البلاصه اللي في الغابه ديال بوسكوره، هي باقا الغابه ولكن خداو منها واحد الطرف وداروا فيه هاد البني باش اللي تسكن اللي بغى يعيش يسكن تمايا في وسط الغابه، ولا يدير دوزيام ريزيدونس. تبارك الله، اللي عنده رزقه وعنده ربي موسع عليه يقدر يدير دوزيام ريزيدونس، يقدر يديرها سكن زعما ديالو دائم، كل واحد يش يديرها. ما انا عجبتني بزاف هاد البلاصه، عجبتني، عرفتي فيها واحد الهدوء. حنا شحال هادي انا كنمشيو للغابه ديال بوسكوره، ولكن الجهه اللي فيها السكن شحال هادي ما شفتو. كنت خليتهم تيبني واحد لي فيلا واحد هذا، واذا اكتشفت هاد البلاصه في الحقيقه خلاتش ليا العقل، عجبتني بزاف، فيها واحد لو ستيل دو في اخر، وفيها الناس ساكنين ما شاء الله. اللي عنده رزق الله يجيب لكم لكل واحد، الله يجيب ليه الرزق، الله يسهل عليه، يكون قلبنا زوين، بغاو الناس الخير ربي كيجيب لنا غير الخير، الله يرزقني ويرزقكم، قولوا امين يا ربي. المهم هاد البلاصه راه كيف قلت لكم ماشي السنتر ديال بوسكوره المدينه، وماشي فيكتوريا كيف صورتها لكم ديك المره، هادي بوحدها بلاصه اخرى، واحد البلاصه سميتها تما دوك ريزيدونس وان هيل. هادو لي زوكيدي بحال اللي كنت صورت ليكم في كاليفورنيا كاينين. والمهم هي بليصه راها راقيه، راقيه جدا. اش غنقول لكم، المهم انا عجبتني بزاف، قلت نصورها مزيان ونوريها لكم باش تشوفوا نتوما وتعطيونا رايكم. وسميتو مازال ان شاء الله نرجع، راه باقي بزاف ديال تما البنايات وبزاف ديال السكان بلايص اخرين ان شاء الله دابا نصورهم، ولكن بغيتكم تعاونوني وتطلعوا شويه هاد القناه وديروا لي واحد لايك واشتراك فضلا وليس امرا، وتعاونوني بالمشاهده. بغيت هاد القناه تطلع، انا شفتو كيف كنقول لكم دائما ما دايره فيها الاشارات لا والو، باش تفرجوا على خاطركم وتشوفوا على خاطركم. بغيت تطلع باش الناس يزيدوا يتعرفوا على البلايص اللي ما كيعرفوش. كاين اللي عمره ما اكتشف هاد البلاصه كاع، اللي ما عمره كاع عرفها ولا ما عرفش كاع. كاين اللي ماشي من الدار البيضاء، كاين اللي ماشي من المغرب. المهم حنا كنتعرفوا على البلايص انا وياكم، البلايص اللي يكونوا زوينين ونقيين. انا كنصور غير الحاجات اللي زوينين الحقيقه، انا كتعجبني بلادي كلها زوينه ولله الحمد، الله يخليها لينا والله ينعم علينا بالامن والامان يا رب، يقولوا امين. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، درت لكم غير قصير، ان شاء الله مره اخرى ملي نمشي نصور لكم اكثر واكثر باش تعرفوا على هذه المنطقه مزيان، اللي هي لا فيل فيرت، المدينه الخضراء، فعلا راها خضراء. يلا الى فيديو قادم، مع السلامه، تهلاو في راسكم والله يجازيكم بخير. ما تنسونيش في اشتراك ولايك فضلا وليس امرا، الى الملتقى، مع السلامه.